سيرة كتاب نافذة إذاعية تستدعي قصص كتب وشمت تاريخ الإنسانية. سيرة كتاب هي محاولة إعادة وصل من قطع من أواصر الصداقة مع الكتاب في زمن الاغتراب الإلكتروني. سيرة كتاب من إعداد محمد المساوي ومن تقديم سارة المساوي، كل سبت وأحد على الساعة 3 بعد الزوال. تحية طيبة مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من النافذة الإذاعية سيرة كتاب. حلقة اليوم نخصصها مستمعين الكرام لرواية عناقيد الغضب لشتاينبيك. صدرت رواية عناقيد الغضب سنة 1939 للروائي الأمريكي جون شتاينبيك الذي نال عليها جائزة بوليتزر ونال جائزة نوبل سنة 1962 عن مجموع أعماله. أثارت الرواية حين صدورها ردود أفعال متباينة، فقد اعتبرها المهمشون وضحايا الأزمة الاقتصادية الكبرى والعمال، اعتبروها روايتهم وكتابهم الذي نجح في نقل معاناتهم، بينما هاجمها كبار المزارعين وأصحاب المشاريع والرأسماليين عموماً، واعتبروها رواية فيها الكثير من التحامل عليهم، واتهموها بأنها رواية تروج للشيوعية وغيرها من الاتهامات. ولم تقف زوبعة الرواية عند المؤيدين والمعارضين، بل وصلت إلى السلطات بعد أن منعت الرواية في ولاية كاليفورنيا بسبب الضجة الكبيرة التي افتعلتها جمعية للمزارعين الكبار في الولاية ضد الرواية. تحكي الرواية مأساة عائلة جود، وتوضح المصاعب والاضطهاد الذي اكتوى منه المزارعون المهاجرون خلال فترة الكساد الكبير، كما أن الرواية تنتقد بشدة سياسة البنوك والمؤسسات الكبرى التي تنهج خطة السعي وراء الربح بكل الطرق، مما يؤدي في النهاية إلى انتشار البطالة ثم العوز والمجاعة. تبدأ الرواية بوصف الظروف المناخية القاسية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث تعرضت المحاصيل للتلف وتسبب ذلك في تراكم الديون وعدم القدرة على سداد الإيجارات وديون الأراضي الزراعية، فتكالب التداعيات الأزمة الاقتصادية الكبرى والجفاف الذي ضرب المنطقة على المواطن البسيط لتسحقه سحقاً. ونتعرف على توم أحد أعضاء عائلة جود، رجل في سن 30 يأتي راكباً مع سائق شاحنة مرتدياً ملابس عشاء رسمية. سائق الشاحنة لا يكف عن سؤال توم عن هويته وسبب قدومه لهذا المكان، فيجيبه توم بأنه سجين قد أطلق سراحه للتو من سجن ماكاليستر بعد أن قضى هناك 4 سنوات لقتله رجلا بغير قصد خلال شجار. أثناء عودته إلى المنزل يلتقي بواعظ ديني جيم كاسي، وهو رجل ثرثار تسيطر عليه شكوك خاصة بالتعاليم الدينية ووجود الخطيئة. تخلى عن الوعد بعد أن أدرك أنه لم يجد خطأ يذكر في العلاقات الجنسية التي كان يقيمها مع بعض النساء في جماعته،
وتتزامن عودة توم في الرواية مع وصول ممثلي البنوك لطرد المزارعين المستأجرين منها الأراضي لعدم قدرتهم على سدادهم ديونهم. يصل توم وكاسي إلى منزل عائلة جود ليجداه مهجوراً، يقابلان مولي غريفز الرجل المسن، فيخبرهما بأن عائلة جود قد طردت من البيت وهي موجودة حالياً عند العم جون. أما عائلة مولي فقد غادرت الولاية من قبل لكي تبحث عن عمل في كاليفورنيا، لكنه نفسه قرر البقاء. رغبة عائلة جود في الذهاب إلى كاليفورنيا جاءت بسبب الإعلانات المزيفة التي تعد بفرص عمل في الحقول هناك، وهي إعلانات احتيالية تهدف إلى جذب عمال أكثر من الحاجة لكي تنخفض الأجور. جيم كاسي يطلب مرافقة عائلة جود إلى كاليفورنيا حتى يعمل في الحقول بدلاً من ممارسة مهنة الوعد. قبل أن تغادر العائلة يعلن الجد رفضه الذهاب، لكن العائلة تأخذه معها بعد أن أعطته دواء يفقده الوعي. ثم تصف فصول الرواية اللاحقة المنازل الشاغرة التي لا تزال قائمة بعد أن غادرها مزارع أوكلاهوما للعمل في أماكن أخرى، فضلاً عن حالة الطرق السريعة التي تمتد من أوكلاهوما إلى كاليفورنيا. بعد بدء الرحلة مباشرة تفقد عائلة جود عضوين منها، فقدت الأول الذي دهسته سيارة عندما توقفت العائلة أول مرة للراحة، وتوفي الجد أثناء الرحلة بسبب سكتة دماغية. تصل عائلة جود وويلسون إلى كاليفورنيا حيث يتعرضون على الفور للترهيب والسخرية من قبل أفراد الشرطة. في المخيم الذي تقيم فيه عائلة جود أثناء بحثهم عن العمل، يسمعون عن مخيم حكومي يعفي المقيمين من المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الشرطة، والتي بها وسائل راحة مثل توافر الحمامات والمراحيض. في وقت لاحق عندما بدأت الشرطة الشجار مع توم والعديد من العمال المهاجرين الآخرين، قام توم وكاسي بضرب شرطي مما جعله يفقد الوعي. قبل كاسي مسؤولية الجريمة وحده حتى يحافظ على توم الخارج من السجن لتوه، فلا يعود إلى السجن ثانية لانتهاكه الإفراج المشروط. في المخيم الحكومي تلاحظ عائلة جود وجود حسن التعامل بين النزلاء، عكس ما كان يحدث في المخيم الأول. هنا عثر توم على العمل، لكن المقاول توماس حذره من احتمال حدوث مشاكل في صالة الرقص نهاية الأسبوع، ولأن الشرطة لا تستطيع دخول المخيم إلا إذا كانت هناك مشاكل، فإنها تنوي زرع الدخلاء هناك لكي يحرضوا على العنف وخلق المشاكل. خلال الرقص يوم السبت قام توم وبعض النزلاء بنزع فتيل الاحتقان ومنع الشرطة من السيطرة على المخيم، ومع ذلك بعد شهر في المخيم لم يجد أي من عائلة جود عملا ثابتا. فيدرك أفراد الأسرة أن عليهم مواصلة رحلتهم، يصلون إلى مزرعة هوبر ويعمل كل أفراد العائلة في جمع ثمار الخوخ.
الأجور التي كانوا يتقاضونها تعتبر مرتفعة مقارنة مع ما كانوا يحصلون عليه سابقاً، فيكتشفون أن السبب في ذلك هو إضراب العمال. ويكتشف توم أن زعيم العمال الذي يقود الإضراب هو صديقه الواعد السابق جيم كاسي، حيث بعد قضائه لفترة في السجن بتهمة قتل الشرطية، فهم كاسي أنه عليه أن يناضل من أجل العمل الجماعي ضد الطبقة الحاكمة الغنية، ولا منصة من وحدة المظلومين لدفع الظلم عنهم. فيقرر توم الانضمام إلى الإضراب ويساعد رفيقه لإنجاحه. ثم يدخل قادة الإضراب في صراع مع كاسري الإضراب الذين حردتهم الباترونة. أحد هؤلاء قام بطعن جيم كاسي حتى الموت، وانقض عليه توم فنزع منه سلاحه وقتله انتقاما لرفيقه، ثم لاد بالفرار قبل القبض عليها. على الرغم من أن توم أراد ترك العائلة حتى يعفيها من تحمل مسؤولية فعلها، إلا أن العائلة قررت مغادرة المزرعة والذهاب إلى مكان آخر يكون فيه توم آمناً. يتجهون شمالاً ويصلون إلى حقول القطن، فيختبئ توم في الغابة بينما تبقى العائلة في عربة شاحنة. ورغم أنهم عملوا على إخفاء هوية توم وترك مكانه سراً، إلا أن الطفل روثي وينفيلد يكشف ذلك خلال مشاجرة له مع طفل آخر. هنا يقرر توم ترك الأسرة لمواصلة الكفاح من أجل القضية التي مات من أجلها كاسي، أن يواصل معركة جمع صفوف المقهورين للدفاع عن أنفسهم في وجه جشع البنوك وأصحاب المشاريع، وتعهد بالعودة إلى عائلته يوماً ما في المستقبل. وبعد مغادرة توم حل موسم الأمطار، فتجد عائلة جود نفسها في وضع خطير بسبب الفيضان، لكنهم لا يستطيعون الهرب لأن روز تعيش آلام المخاض. في الوقت الذي هربت فيه العائلات الأخرى، ظلت عائلة جود وحيدة تواجه خطر الفيضانات، وتفشل في دفع تدفق المياه، فيضطرون إلى اتخاذ سطح السيارة ملجأ لهم إلى أن تمكنوا من النجاة. وضعت روز طفلاً ميتاً، فيقوم العم جون بوضعه في صندوق وتركه يطفو مع مياه الأمطار. في النهاية تصل الأسرة إلى أرض مرتفعة بها حظيرة للمأوى. داخل الحظيرة يجدون رجلاً يحتضر بسبب الجوع وابنه الصغير، وتقرر روز إرضاع الصغير لإنقاذه من الموت جوعاً. لقد أرخ شتاينبيك في هذه الرواية لمأساة ملايين البشر الذين وجدوا أنفسهم بين فكي البطالة والجوع نتيجة الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت العالم سنة 1929، والتي انطلقت شرارتها بانهيار سوق الأسهم ببورصة وول ستريت الأمريكية، وأعقبها فترة ركود قاتل سمي بالكساد الكبير. والرواية هنا ترصد الآثار والنتائج الكارثية التي انعكست على العمال والمهمشين والمزارعين الصغار، فوجدوا أنفسهم مدفوعين إلى أقاصي المعاناة والقسوة. لقد صنع شتاينبيك رواية قاسية جدا، حملت دفق مشاعر الانهيار الإنساني في أبشع صورها،
وتفوق في تصوير عملية الطحن للمواطن البسيط أمام آليات جشع الرأسماليين الكبار والبنوك ومؤسسات الأرباح. إنهم وحوش بلا شفقة ولا رحمة. أريد أن أضع وصمة عار على جبين الأوغاد الجشعين المسؤولين عن هذا الظلم. بهذه الكلمات استعد شتاينبيك لنشر الرواية. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام أوفياء متتبعي النافذة الإذاعية سيرة كتاب إلى ختام حلقة اليوم. شكرا لكم على اهتمامكم ومتابعتكم لحلقات هذه النافذة الإذاعية. تقبلوا كالمعتاد أجمل تحية من محمد المساوي، سارة المساوي، يوسف الشنواني. دامت لكم صداقة الكتاب. سيرة كتاب نافذة إذاعية تستدعي قصص كتب وشمت تاريخ الإنسانية. سيرة كتاب هي محاولة إعادة وصل من قطع من أواصر الصداقة مع الكتاب في زمن الاغتراب الإلكتروني. سيرة كتاب من إعداد محمد المساوي ومن تقديم سارة المساوي، كل سبت وأحد على الساعة 3 بعد الزوال.